ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. سبب تسمية الأشهر الحرم، ذكر بعض المفسرين أن هذه الأشهر سميت حرما لزيادة حرمتها ولتحريم القتال فيها، وأما القتال في الأشهر الحرم فله شكلان: القتال دفاعا عن المسلمين، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. ثانيا، القتال هجوما، واتفق جمهور أهل العلم على جوازه سواء ابتدأ فيه أو ابتدأ قبلها. قالوا: وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبغزو النبي صلى الله عليه وسلم للطائف في الأشهر الحرم. كما ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة القتال هجوما في الأشهر الحرم إلا أن يكون قد ابتدأ قبلها، وحملوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم للطائف على هذا. ما هي الحكمة من تحريم الأشهر الحرم؟ إن الأشهر الحرم كانت تعظم على عهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقد استمر العرب من بعدهم على هذا التحريم، ثم نسخ ذلك فيما بعد. وقال صاحب التفسير المنير: وكان القتال محرما في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر العرب على ذلك ثم نسخت حرمتها. وأما الحكمة من تحريم القتال فيها فقد أوردها ابن كثير في تفسيره، حيث قال: وإنما كانت الأشهر الحرم المحرمة 4، 3 سرد وواحد فرد، لأجل مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهرا وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا. لأسماء الأشهر معان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأعمال التي كانت تؤدى فيها، ومنها الأشهر الحرم ومعانيها. ذو القعدة سمي ذو القعدة لأن العرب تقعد عن القتال في هذا الشهر على اعتباره من الأشهر الحرم. ذو الحجة لأن العرب عرفوا الحج في هذا الشهر. محرم سمي محرم لأن العرب قبل الإسلام حرموا القتال في هذا الشهر. رجب سمي رجب لأن العرب كانوا يتركون القتال في هذا الشهر، ومعنى رجب أي الشيء المعظم أو ذو الهيبة. خصائص الأشهر الحرم: إن لأشهر الحرم خصائص تميزها عن باقي شهور السنة، ومنها: القتال محرم فيهن، وذلك لقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى نسخ هذا الحكم وجواز القتال فيهن. ثانيا: الظلم محرم فيهن، وإليه يشير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثالثا: اشتمال هذه الأشهر على فضائل وعبادات ليست موجودة في غيرها، ومنها الحج، فركن الحج كله يقع في شهر ذي الحجة، في هذه الأشهر الحرم أيضا يوجد الليالي العشر التي أقسم بها الله تعالى وتسمى بعشر ذي الحجة، يوجد فيها أيضا يوم عرفة وهو أفضل أيام العشر ويشرع لغير الحاج صيامه.